نفسه على الجهة اليمنى كبيرة من بوبو جميلة هذه اللي بالأحول يتركها إلى الجهة اليسرى الرأسية هدف أول من كوكبو كوكبو يفتتح باب التسجيل ويرفض أنه يفرح بالهدف يفتتح باب التسجيل حاول الانطلاق في فرحة هستيرية ولكنه تذكر بأنه بالماضي القريب كان يحمل ألوان شباب الوزداد إلى غاية اللحظة جسور مدينة الصخرة العتيق تبعها بروعة ارفعها بامتياز هذا اللاعب الذي بن شعيرة محمد وضعها بالمليمتر الراسية الأولى وكوكبو تبتي العربي يواصل العربي الحكم يترك مبدأ الأفضلية لم يسقط تبتي مع زكريا دراوي ريع الكرة جميلة التسديدة من بوسليو بوسليو يا سلام رقبة في السماء بوسليو شاهد 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 كيف ضربها بوسليو والقائم الأيمن هو الذي صد ورد الكرة يواصل ليرفع الكرة جميلة داخل منطقة العمليات بوسليو لم يتمكن منها بوسليو ضربة جزاء أعلن عنها حكم المباراة بن جهان يمنح شباب الوزداد ركلة جزاء عناصر شباب قسنطينة حاولت دافعت نشطت ولكنها وقعت في المحظور في آخر دقائق المرحلة الأولى وكأني بمجهودتها إلى غاية اللحظة لا أقول ذهبت سدن ولكن هاي الإعادة هاي الإعادة من أكثر من زاوية لحسين سي الكرة هذه حسب تقديري لم يكن فيها داعي لركلة الجزاء شمس الدين نساخ شباب بالوزداد بين نساخ ورحماني شمس شمس الدين رحماني تطل وتقول بأنه لا هدف مرات قسنطينة بهدف مقابل صفر أمام شباب بلوز شمس الدين خلي منتصف الميدان هاي كرة لمصلحة الشباب هاي جميلة هاي ممتازة هذا خير الدين مرزوقي لعبها له بوشار الغدار وهذا الذي يعشق الشباك وهذا الذي يحب التسجيل